بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحباب، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة طبعا العيد فاضل عليه كام يوم. النهاردة أنا جايلكم بكذا فكرة، يعني مش فكرة واحدة، يا رب تنال إعجابكم وإن شاء الله تجربوها يا رب وتبقى كويسة قوي معاكم. هنعمل في براد، أنا مش عارفة حد عمل الفكرة دي قبل كده ولا إيه. المهم براد قديم، احنا هنعيد تدويره، هنعمله بشكل جمال ان هو يتحط في النيش، يتحط في المطبخ، يتحط على بوفيه، على تلاجة، هيبقى شكله حلو ان شاء الله. ودي مروحة طبعا قديمة خالص، بس يعني هي هدية غالية عليا قوي، فانا مش عايزة ارميها، فهعيد برضو تاني تدويرها وان شاء الله هتعجب. ده جراب الموبايل بتاعي اللي بكلمكم منه دلوقتي. انا جبت له واحد جديد بس صعبان عليا ده، فانا هعيد تدويره برضو علشان اوريه لكم ان جراب الموبايل لما بيقدم بنعمل فيه ايه. دي بس الفكرة اللي هنعملها النهاردة. هنحتاج الوان، ايه الالوان دي؟ انا عملت بيها حاجات كتير قبل كده مع حضراتكم. وهنحتاج ذهبي، اللي هو اللون الذهبي عملته برضو معاكم بيه. هنحتاج لك بتاع دهان ابيض، ده اللي هو سايبس، يعني ممكن اي حد يجيب اي لون تاني، ممكن زيت ابيض، ممكن اي لون تاني، يعني مش مرتبطين بماركة معينة يعني. وده اللي هو الورنيش المائي، هنلزق بيه وممكن نفنش بيه في الاخر خالص، هيعمل لنا على حماية العمل، هيبقى كويس قوي. وده مفروض ان ده ورنيش زجاجي، بس انا حطيته هنا في الجيركن عشان بس استعمالي، يعني باخد من، انا جايبه علبه كبيره قوي، فباخد بس على قد ما بستعمل. ده بفنش بيه الاعمال، بيدي طبقه زجاجيه على العمل، وحتى لو اتغسل او اتنضف او كده فما بيغيرش لونه، بيحافظ على اللون وبيدي لمعه كويسه قوي. هنستعمل برضو غيره اوكي عشان هنلزق بيها اهي، طبعا كلكم عارفينها. بس كده هنستعمل بقى، عشان احنا هنعمل النهارده شغل ديكوباج، هنستعمل هي مناديل الورق بتاع اعياد الميلاد، الالوان اللي حضراتكم عايزينها والالوان اللي انتوا ترتاحوها. انا جبت الالوان دي وهوري حضراتكم ازاي ان احنا بنفرغها دلوقتي. دلوقتي البراد ده كان عند بنتي وكانت هترميه خلاص، فانا قلت لها انا اخده تاني هعيد تدويره كده، حتى ايده مكسوره اهو ومتهالك خالص. هو اصلا كان من بره غامق، يعني ده مش بايظ او حاجه، بس هو كان من بره غامق وهو من جوه. دلوقتي هوري حضراتكم احنا هنعمله ازاي. لقيت طبعا مسدس الشمع، نسيت اقول لكم عليه، هنلزقها طبعا. وبعد ما نلزقها هنعمل فيها خطوة كمان علشان تبقى يعني متينة في اللزق. هي الايد متدمرة خالص اهي، فاحنا هنلزقها بالكم من الشمع لان لسعته صعبة جدا. طيب بعد ما احنا لزقناه كده وهنستعمل مناديل ورق اللي هي بتاع المطبخ، هوريها دلوقتي لكم بتعمل هنعمل بيها ايه. هنجيب اللي هو الشكرتون او البلاستر اللي هو الشفاف ده،
هو كده كده احنا مش هنحطه على النار تاني، يعني هو هيستعمل ده كديكور وخلاص، يعني مش هيبقى فيه، مش هيبقى عليه هلك كتير ان احنا ان هو ايده تتشال تاني ولا حاجه، وهي كده هتبقى متينه جدا. خلاص لزقته، لزقت الايد وثبت برضو على البوز بتاعه وظبطته من هنا، لزقته يعني من هنا، والتليفون كانت الحتة دي مقطوعة لزقتها برضو، دي لزقتها برضو. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ على بال ما احنا هنعمل في المروحة، ندهن المروحة علشان احنا هنشتغل فيها على طول بعد ما يعني انا هدهن المروحة وبعدين هسيبها تنشف، على ما اشتغل في دول تكون هي نشفت، على ما دول ينشفوا اكون انا عملت في دي. ناخد اللون الابيض، احنا كده خلصت المروحة اهي وسايباها تنشف، دهنتها ابيض عشان احط لها الالوان الديكوباج اللي انا هعملها، الورق الديكوباج، وهسيبها تنشف وهشتغل في البرادة واوري حضراتكم هعمل في ايه، هو والتليفون، هو وجراب التليفون. بسم الله. احنا نعمل الاول، طبعا الايد دي مكسورة من هنا ومن هنا، فانا عشان انا كده كده عملتها بشمع ولزقتها بالبلاستر، فانا لازم اداري بقى الكسر والحاجات اللي هو كان محروق، والحاجات المحروقه دي اداريها بمناديل ورق. فبسم الله اهي منديل الورق اهو، من غير تكسير ولا حاجه، انا على طول كده استريت على طول كده، هو بيعمل لوحده، بيبان ان هو متكسر لوحده. طالع حته كمان، ده برضو نوع من انواع الديكوباج، بس ديكوباج مش طبعا فيه ورود ولا فيه اي حاجه، لا ده هو ديكوباج تزيين، يعني احنا ممكن نعمل صوره او ممكن نعمل اي حاجه، يعني لما نيجي حتى نغلف ازازه عشان نشتغل عليها لازم نعملها بمناديل ورق عشان الالوان تثبت عليها وعشان الرسمه تثبت عليها، فالمناديل الورق دي بتداري عيوب اي حاجه، فعشان كده هي يعني احنا هنجيبه من ورا قدام. يا رب بس الفكره تعجبكم، واللي عنده براد قديم، عنده كوبايه قديمه، اي حاجه ما يرميها، هيستفيد بيها، يحطها في المطبخ كزينة، نحطها على ترابيزة السفرة، الحاجات دي مش بتخسر يعني. أنا كنت برمي الحاجات دي الأول، وبعدين اكتشفت إن هي بيبقى لها فايدة جامدة يعني، وبعدين إحنا الستات المصريات أو العربيات بمعنى عام إن إحنا بنعمل مفسخ شربات، يعني معروف عن الست العربية بالذكاء، هي لما تحط دماغها ان هي تعمل حاجه بتعملها ان شاء الله، لما تحط دماغها في النجاح بتنجح باذن الله، طبعا بعون الله وربنا هو اللي بيوفق الانسان، فهي الست تحط في دماغها ان هي هتعمل من بيتها ده جنه فبتعمله، مش شرط لحد ضيوف، مش شرط الضيف ولا حاجه، لا ليها هي واولادها يشوفوا منظر جمال.
وبعدين الست لما اولادها بيروحوا المدرسه او خلصوا تعليم زي حالاتي كده واتجوزوا، خلاص بقى عندها الوقت فاضي، الوقت كله بتاعي للبيت والاحفاد والاعمال الفنيه. الاول كان بقى الدراسه ومذاكره والثانويه، لا بعدها الكليه، لا كان في شغل على طول، وكان في هم كانوا ولادي بيروحوا رياضه، فكنت على طول معاهم في النوادي، ما كانش بقى في وقت ان انا ارجع ان انا اعمل يعني امارس هوايتي، بقيت امارسها على خفيف كده يعني حاجات ليا في البيت، لكن ما عملتهاش ان انا اعرضها او اوريها الحبايب ان هم يتعلموا ازاي يعملوها. وكل اللي بيسالني سؤال انا ما ببخلش عليه في الاجابه، لان انا نفسي كل واحد ده وكل حد هاوي الموضوع ده ان هو يعمل في بيته احلى حاجه، لان ده في الاول في الاخر بيبقى واجهه او عنوان ست البيت نفسها، عنوان ست البيت نفسها بنظافتها وبيتها واولادها وكده يعني. فربنا يعين كل ست على مذاكره اولادها في الايام اللي جايه دي، والايام دي صعبه، والدروس والمدارس ودلوقتي عارف مدارس خاصه ومدارس اجنبيه فيا رب يعينهم، لان هم يعني فعلا الزمن اللي احنا فيه ده محتاج ان هم ربنا يعينهم. خلاص احنا خلصنا الايد اهو، انا مش هعمل البسبوس بتاع البراد، انا بس هغطي ايه كده، بس هسيبه البسبوس زي ما هو كده، وكنت عايزه اطوله، بس هو ده البسبوس ده الاصلي بتاع البراد ده الاصلي، كان عليه غطا هنا لما الميه بتغلي او حاجه كان بيدي زماره او بيصفر، فاتشالت طبعا اتحرقت فاتشالت، فانا مش هطوله وهسيبه كده على شكله، شكله يبقى احلى طبعا. انا فكرت ان انا اعمل له حاجه طويله كده عشان اطول البسبوس، بس قلت لا، طالما هيتحط في مكان شكل جمالي هو لما يبقى قصر كده هيبقى اشك واحلى. احنا كده خلصنا البراد، طب هنعمل ايه بقى؟ هندهنه بالظبط زي ال هندهنه زي المروحه بالظبط. انا اتلحوست معلش، انا بحب اعمل الحاجه بايدي، ما بحبش البس جوانتي، بحب احس ملمس الحاجه. ولو انتوا دهنتوا وحبيتوا ولقيتوا ان هو لسه محتاج لون يدهن تاني، ادهنه تاني برضو. هو البلاستيك ده بيتباع عند الموان، كل الحاجه دي عند الموان، واللي عايزه نفسها تشتغل وتبدا الشغل بتروح عند الموان تقول له انا عايزه تبدا بغيره، الاول تبدا بغيره بس، ولما تبدا بغيره والالوان اللي هي اللي انا وريتها لكم دي ب 5 جنيه، والغيره بنص كيلو ب 8.5 تقريبا او ب 9، والتاني ب 20 او 21 تقريبا يعني، فمش الحاجه مش غاليه. تبداي الاول بالالوان وبالغرق وتعملي الحاجات دي، بس هتبقى حلوه جدا لما ايد الواحده تمشي فيها. يبداوا بقى بتوسل، يعملوا بتوسل، واي سؤال او استفسار اسالوني وانا هجاوب، يعني اي حاجه انتوا عايزين تسالوني عليها، بتتجاب منين، بتتعمل ازاي، انا على استعداد ان انا اكلم حضراتكم وارد على حضراتكم على طول. هو ده مش هيبقى لونه، بس انا لازم اغطي اي حاجه احنا عايزين نعملها ديكوباج، لازم يبقى تحتها ابيض، لازم يبقى تحتها خلفيه بيض. انا هغير لونه، بس لما احط الورق الديكوباج بتاعي انا هديله لون تاني، لان انا مش عايزه احط الالوان الورق الديكوباج على اللون ده الابيض، على اسيبه يعني على الابيض. انا هخلص ده وهعمل التليفون، هخلصه وهرجع لحضراتكم تاني عشان وقت حضراتكم الثمين. بس انا كده خلصت التليفون، الجراب التليفون عفوا، والبراد والهوايه كده نشفه، دهنت بس اديتها وش كده بسيط، يعني اديتها خلفيه بيضه وبعدين اديتها وش بسيط عشان الورد اللي هعمله عليه، وهسيبها برده تنشف. جيت على البراد وعملت كده بمسدس الشمع، جيت على البراد وعملت كده يعني ايه رسومات بسيطة كده بمسدس الشمع اهي،
رسومات يعني ورد اي حاجة. عشان ما يبقاش الغطا كده مصمت مش هيبقى شكله حلو. سيب الغطا ينشف. جينا على البراد عملت الرسمه دي كده كده، يعني هي رسمه عاديه خالص بالمسدس الشمع كده، بس عملتها فوق وتحت وعلى الايد من فوق. الخطوه اللي بعد كده هنجيب مناديل الورق ونحدد، نشوف كل البراد هيحتاج شكل ايه، والهوايه تحتاج شكل ايه، والتليفون هيحتاج شكل ايه. فانا اخترت الشكلين دول. الشكل ده هيبقى للبراد، شكل الورد ده، والشكل ده انا هاخد منه الوردات الكبيره دي، ممكن هعملها للتليفون، او يعني انا فرغت الورد كده، يعني هو المنديل كده. ده المنديل اهو، المنديل ساعات بيبقى طبقة وساعات بيبقى طبقتين وساعات بيبقى ثلاث طبقات. احنا بنقص بنفرغ الورد وبعدين بنشيل الطبقات اللي تحت الورد، عشان لما نيجي نحط الورد على الشغل اللي احنا بنشتغله يبقى كأنه رسم مرسوم بالايد، مش ورد احنا حاطينه. فانا هوري حضراتكم احنا بنفرغه ازاي. مقص صغير، ولازم يكون مقص صغير عشان المقص صغير بيخش في تحديد التانيات الصغيرة. يعني مثلا وردة زي دي اهي، بنيجي على حدود الوردة ونمشي بقى بالمقص. نمشي كده عليها بالمقص. الورد خرجت اهي سليمة. هنشيل بقى الابيض كله اللي فيه، كل الابيض اللي فيها بنشيله. انا خدت الوردة اللي هي السيمون دي، عملت الخلفية بتاع المروحة دي زيها، يعني نفس الوردة اغمق سنة يعني. هي كده خلاص عشان الوقت، كده الوردة اتفرغت. هنحطها بقى هنا وهنعملها، بس انا هعمل لكم المروحة الاول عشان وردها جاهز. وهنلزق بايه؟ مش هنلزق بغيرة ولا حاجة، احنا هنلزق بالورنيش المائي. وبعد كل هنحطها جنب كوباية مية، بعد كل ما بشتغل بالفرشة بروح غسلاها. انا كده غسلت الفرشة اهي، امسحها عشان ما تعمليش لون على الورد. امسح الفرشة عشان ما تعمليش لون على الورد. بسم الله نبتدي. خلاص الطبقة اللي تحتها تشال. بسم الله. ناخد من جوه الورده على بره، دايما احنا لما نيجي نعمل الديكوباج ناخد من جوه على بره، ما نجيبش احنا من بره على جوه، لا من جوه على بره اهي، من جوه على بره. Thank you.
لبس بقى. دول نصاص وردتين كانوا في الاطراف، فقلت بدل ما انا كده هقصقص الورد اللي حواليهم وهم هيترموا خساره، فهستغلهم برضه، حطيتهم هيدوا منظر حلو. دول نفس الحكايه، نصاص وردتين. مش هيبان ان هما نصاص وردتين اصلا، يعني هما شكلهم كأنهم وردة واحدة. شوف بس النص التاني فين وبعدين اعمل. دي برضه الاصفر اللي اعلى النقطة دي. كده ونفس الطريقة انا هعمل البراد، فهعمل البراد وهرجع لحضراتكم، هقص الورد بتاعه وارجع لحضراتكم. انا كده قصيت، انا عملت كده المروحة، خلصتها اهي اهي. شوفوا شفتوا منظرها الاول كان شكلها عامل ازاي، ودلوقتي بعد ما عملت لها الورد شكلها عامل ازاي اهي. وقصيت الورد بتاع البراد وقلت لا انا مش هعمله الا قدامكم. فبسم الله نبتدي. هي الحاجات بتاع الشمع دي مش هتبان دلوقتي، هتبان لما اجي اعمله، لما اجي الونه. دلوقتي جيت احط الخلفيه، فلقيت الخلفيه كبيره قوي وهتغطي الشغل اللي انا عاملاه كده، فانا اخترت خلفيه صغيره زي دي كده، وعملت انا يعني دي بامبا او فوشيا، عملت انا درجه من درجات الفوشيا الاغمق شويه عشان دي فاتحه قوي، عملت الاغمق شويه وفي قلب الزهره من هنا خط ازرق، الخط الازرق ده، فعملت انا الايد بتاع البراد وعملت الغطا نفس الخط اللي هنا علشان يبقى في ماتشنج بين دي ودي، يبقى في منظر شكله حلو يعني. دلوقتي احنا هنحط الوردات وبعدين هقول لكم نعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عشان لسه طري يبوظ لي شكل الورد.
مش قوي برضو يعني، مش واخده قوي من الرسمه اللي انا عاملاها. انا ما حاولش اخرج بره قوي عشان لسه الدهان اللي انا دهنته بره قوي طري، انا مش عايزاه يلبس يجي تطبيق يعني يوسخ الورده يعني. اهم حاجه ان احنا نفرغ الهواء. هنعمل الورده اللي في الناحيه الثانيه هنا مثلا اهي، انا مش هبل اللي تحتها بقى لان اصلا كده كده هي طريه. نعمل بحرص قوي عشان الورق المناديل ده اول ما بيتبل بيبقى سهل ان هو يتقطع، وناخد من الوسط على بره، ناخد من النص كده على بره. ده مش هيستعمل يعني، مش هنستعمله ده، احنا نحطه بس منظر. هو بيتفتح، ممكن نحط فيه زراير، نحط فيه مثلا ابر الخيط وبكر الخيط اللي بنخيط بيه، بدل ما نبقى مرميينه في الادراك كده ويقعد يضيع مننا يعني. هيبقى شكله جمالي زي العلبة بتاع، وهبقى اعملها مع حضراتكم ان شاء الله، العلبة بتاع اللي هي ابر الخياطة والحاجات دي. اهي انا مش عارفة هي باينة عند حضرتك كده برقتش. اهي الورد اهي، وكان عايزه خلفيه افتح شويه عشان الورده تبان، بس هي هتنشف وهتبان ان شاء الله. خدت انا بقى الورده اللي انا كنت هعملها في البراد، عملتها على التليفون. انا عملت طبعا، انتوا شفتوا الطريقه ان انا بلزق بيها اهو، عملتها قصدي على جراب التليفون. ادي الجراب اهو، انا ممكن اسيبه على لونه كده بس انا هغمقه سنه برضه اهو، هيبقى كده هيتقفل كده، بس عشان هو لسه طري انا مش عايزه اعمل عليه قوي. ده كان بايظ خلاص وهيترمى، بس انا قلت هعمله بغير مع الجراب التاني. اللي هيحفظ الشغل ده كله ايه بقى؟ الورديش ده الورنيش اللي هو الزجاجي ده، هيحفظ حتى لو اجى على الجراب ميه، اجى على بتاع البراد ميه، ممكن برضو ان احنا نغسله عادي مفيش مشكله. طيب احنا هنعمل ايه بقى في البراد؟ هو لسه طري بس انا هوريه حضراتكم الشغل اللي فيه. احنا هناخد الذهبي اللي هو ده، انا مش هعمل بايدي طبعا علشان هو مبلول، وهنعمل بالفرشه مسحات ذهبي كده. خالص اللون هيبهت قوي على بس انا عشان بس واحنا بناخد تاتشات مسحات خفيفه بس على الرسم بالشمع اللي احنا عاملينه. شويه بنمسح الفرشه طبعا. الله، انا مش عارفه التصوير التليفون هيبقى عامل ايه مع حضراتكم، بس يا رب تكونوا شايفين الموضوع.
تاتشات دهبي كده بس على ايه، هو لما ينشف هيبان على فكرة، يعني لما ينشف قوي هيبان هيبان الدهبي، وهيبان لونه الجميل الفاقع ده. وقبل ما كمان اجي ورنشه انا هتك على اللون الذهبي كمان ادهنه مره، عشان اللون اللي ما لقطش من ال طبعا مناديل الورق فيها بارز وفيها غائل، فانا ايه همشي بس كده حاجه بسيطه يعني من بره ومن جوه، هيدي منظر جمالي احلى وهيكسر شويه اللون اللي هو الازرق. يا رب يكون عاجب حضراتكم. نستعمله بقى، نحوش فيه الخيط، نحوش فيه الإبر، المقصات الصغيرة، الحاجات الرفيعة، يتحط على الثلاجة، يتحط فيها برضو الحاجات الرفيعة في المطبخ، كبريت، ولاعة، الولاعات كده يعني، يتحط ديكور على الثلاجة برضو هيبقى شكله جميل جدا. طبعا مش هننساها من اللون الذهبي. انا عاوزه اعمل عايزه اعمل الكلفه اللي بره دي كلفه عايزه اعملها لون ذهبي، بس انا هعملها من الخلف عشان لو لقيتها شكلها مش حلو مش هعملها من الامام. اهي لا شكلها تحفه والله، يعني تاتش ذهبي بسيط خالص. انتوا عارفين القماش بيقبل اي حاجه. بصوا منظرها، انا مش عارفه والله التصوير حلو ولا ايه، يا رب يكون عاجبك. انتوا شايفين منه؟ طيب ده اللي هو كويس كده، هنعمل بقى من الامام. وهنا في انا هبقى اركب ليها كلفه او ركام او اي حاجه، او حاجه ذهبي، او احط لا مش هينفع استرسات عشان لما اجي اقفلها، انا ممكن اعملها ذهبي كده اهي اهي. حتى الدهب هيبقى ماشي مع الاصفر اللي في الورد. ممكن اجيبها نص كده، خليها نص كده بس. منظرها جميل قوي. نعمل بقى الكلفه اللي هنا عشان حتى ما ندريش شكلها، هنعمل تاتشات بسيطه يعني كده. اهي وانا هاجي على التليفون بتاعي انا مش هدهنه بقى لون تاني، هي الفكره دي جت لي دلوقتي، انا هدهنه دهب. بصوا حضراتكم التليفون اهو، انا مش هدهن بقى اي لون تاني، انا هدي تاتشات دهب بس على الابيض كده اهو. ومع اللي هو البلاستيك اللي انا هعمله الورنيش اللي انا هدهنه هيبقى مثبت، هيثبتها. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، وعايزه بقى لايك وشير وادعموا القناه عشان لسه جديده، ويا رب تعجب حضراتكم ان شاء الله. هجيب لكم حاجات جديده كده ما تتخيلوهاش. بصوا بقى الجمال اهو،
انا بصراحة مش عايزة اقفل معاكم، عايزة افضل اتكلم معاكم على طول، بس انا بس عايزة اخلصه عشان اوريه لكم قبل ما الفيديو يخلص. انا هبقى امسح البلاستيكة بتاع الجراب ديت دلوقتي يعني بعد ما اخلص، قبل كمان ما تنشف قوي. يا رب يعجب حضراتكم ويكون الفيديو خفيف على قلوبكم، واشوفكم بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي. ان شاء الله انا مش هغيب عنكم تاني. ربنا يجعل كل شيء كويس، وربنا يسعد ايامكم يا رب، وكل عام وانتم بخير، وعيد سعيد عليكم تقضوه في احلى ايام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.